مهندس مصطفى مسعود. مساء الخير يا فندم. مهندس محمد اسماعيل، الهيئة العامة للطرق والكباري، وزارة النقل، المشرف على مشروع تطوير ورفع كفاءة الصحراوي الغربي من المنيا حتى القصية بطول 60 كيلو متر، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، مقسمة إلى 3 حارات مرورية للعربات المركبات و3 حارات مرورية للشاحنات، مرصوفة باستخدام الرصف الخرساني في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة، والطريق يعتبر أحد قطاعات طريق القاهرة كيب تاون للربط بأفريقيا، بالإضافة إلى أعمال الأنفاق للتقاطعات الرئيسية مع الطريق. ألف شكر يا فندم. شكرا. المشروع الثاني، افتتاح مزرعة غرب غرب المنيا النموذجية. مساء الخير يا فندم. دكتور هاني عبد العاطي درويش، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف على مزرعة الإنتاج الحيواني بغرب غرب المنيا. أستأذن سيادتك يا فندم بشرح توضيحي لمزرعة الإنتاج الحيواني لتربية الجاموس المحسن بغرب غرب المنيا التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. المزرعة يا فندم مقامة على مساحة 15 فدان بطاقة استيعابية 1500 رأس. تم إنشاء المزرعة يا فندم لتكون نموذج عملي لمزارع الإنتاج الحيواني بالمنطقة والمحافظات المجاورة للاستفادة من هذا النموذج في تدريب وإرشاد المزارعين بالمنطقة لإنشاء مزارع أخرى وتوفير السلالات المحسنة عالية الإنتاجية وتوزيعها على صغار المزارعين. المزرعة يا فندم مكونة من 25 عنبر تربية بالإضافة إلى 1 عنبر عزل وسور خارجي على كامل مساحة المحطة، ومتوفر بها مخازن أعلاف وسيلاج وعدد 2 محلب بقدرة 24 نقطة، ومجهزة بالمعدات والمولدات اللازمة لعملية التشغيل. المزرعة يفتتح بها عدد حالي 1300 رأس موزعة ما بين أمهات وطلائق وعجلات عشار وولادات ذكور وإناث. المزرعة يا فندم تم بيع وتوزيع 450 رأس عجلات معشار محسنة على صغار المزارعين بالمنطقة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى 350 طلوقة محسنة تم توزيعها على الكرة لتحسين النسل. شكرا يا فندم. شكرا. افتتاح المرحلة الأولى من محطة معالجة المنيا الجديدة. مهندسة نجاد محمد عثمان كيلاني، معاون رئيس جهاز المنيا الجديدة. أستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة بطاقة 20,000 متر مكعب يومي، كمرحلة أولى ضمن محطة طاقتها الإجمالية 140,000 متر مكعب يومي. مكونات المحطة: مدخل ومصافي، أحواض ترسيب ابتدائي، أحواض تهوية، أحواض ترسيب نهائي، أحواض مزج بالكلور، أحواض التجفيف، وأخيراً المعالجة الثلاثية باستخدام المرشحات الرملية. المياه الناتجة من المحطة المعالجة الثلاثية استخدمها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة. شكرا لسيادتك يا فندم. شكرا. المشروع الأخير، مصنع تدوير المخلفات البلدية بتون الجبل. تمام يا فندم. لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا. أستأذن سيادتك في افتتاح مصنع المعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة تون الجبل مركز ملاو محافظة المنيا، تنفيذا لتوجيهات سيادتك بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على البيئة واستغلال المخلفات بصورة مناسبة وعالية، وبالتعاون مع وزارة البيئة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهي الجهة المنفذة لهذا المشروع، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تصنيع هذا المصنع والاستعانة بخبرات دولة كوريا الجنوبية. تم إنشاء هذا المصنع على مساحة 11 فدان وبتكلفة إجمالية تصل إلى 90 مليون جنيه، ليوفر عدد 100 فرصة عمل ويعمل بطاقة 20 طن ساعة. يتكون المصنع من منطقة رئيسية وهي منطقة التشغيل،
ثم المنطقة الإدارية الخلفية ومنطقة الميزان. تمر مرحلة تدوير المخلفات بأربع مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة فض الأكياس باستخدام المفرمة الابتدائية. المرحلة الثانية وهي مرحلة فصل المواد العضوية عن المواد غير العضوية باستخدام المنخل الدواري الخشن. المرحلة الثالثة وهي مرحلة فصل المواد العضوية وإنتاج السماد العضوي. المرحلة الرابعة وهي مرحلة إنتاج الوقود البديل والذي يستخدم في تشغيل مصانع الأسمنت بديلاً عن الوقود التقليدي. شكراً يا فندم. شكراً. شكراً سيادتك.